سيدة محمد شنية هي قبطية مصرية نو صافية صافية بنت بلحان يا ولدي هي وش اسمه وما ماري ماري question about tolerance you said you gave tolerance أعطيته هيئة like الهيمنة إنه أنا أحسن منك بس it's okay عندي استعداد أتقبلك I don't know the way I see it or I teach it to my students as an Islamic studies teacher. I teach it like I'm not better than you and you're not better than me. We're different. But I have the ability to accept you even though you're different than me. يعني عندي الاستعداد اني اتقبلك مع انك بتختلف عني وهذا التولرنس اللي بيخلي العلاقات الاجتماعية بتذوب كثير خلافات دينية او سياسية او هذا لا يعني ان انا احسن منك ده مفهوم ناضج جدا وده اللي يجب يكون انا بحب ارفعه درجه ان ده من الاحترام لاراده الله ثقافات انا بظن انه راح يستمع ماذا نعني بالثقافه ثقافه جميع الخبرات اللي تسجلت منذ التنشئه الاجتماعيه مش حقيقي احنا الشرق أو في الغرب مع احترامي طبعاً الإنسان المضطرب حضرتك لو إنه هذا الكلام فهمني لجميع الناس ما هناك إصلاح حضارات فما في تفاهم في مدارسنا ومعاهدنا وجامعات مثلاً الطفل ينتشئ في أسرة يجوز تكون متعصبة دينياً مسيحية أو إسلامية فالطفل بظل هذا عنده تحصر حتى الطفل أو الشاب ما عنده اطلاع على الديانات الثانية فالصراع قائم ولكن يجب ان يكون هناك منهجيه جديده في تغيير هذا الصراع ما دام هذه الخلفيه وما دام هذه وضعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتفكير معناته الصراع سيبقى جيلا بعد جيل وما احنا بشرطنا بحاجه لاعاده كل الصياغ والمفاهيم يعني حتى كان تركيزك على الدور الغربي اكثر من الشرقي وحبينا نعرف انا حاب اعرف مثلا ماذا حدث المسيحيه ما بين ظهورها في بدايه الامر في القرن الاول الى غايه الدوله العثمانيه ما كما ذكرت في القرن الثامن عشر في الشرق نفسه لان ما اذكر انك جبت اي القرن السادس عشر بعد المسيح وكانت الديانه المسيحيه في ذلك الوقت منتشره او شبه منتشره ما هو التأثير إذا كان هناك تأثير الديانة المسيحية على ظهور الديانة الإسلامية وصراحة المستمر فيما بعد ظهور الديانة الإسلامية شكرا صعوبات شديدة جدا لمدة 13 سنة وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وأنا في رأيي هذا رأيي الشخصي إن مجتمع المدينة كان أكثر انفتاحا بسبب وجود مسيحيين ويهود في المجتمع لأن فكرة الإله المتعالي الذي يعبد بانتظام والذي تنعكس عبادته على فعل الخيرات كانت موجودة وممهد لها في المجتمع الكريم للأسف الظروف اللي مرت على الشرق على المسيحية لعبت دور أن المسيحية في الشرق تتقوقع عذابها المسيحيين العرب لعبوا دور مهم في بناء الحضارة العربية والإسلامية أنا برأيي يعني أنا في صندوق في الحكاية بس أنه برأيي أنه الدين هلأ في الوقت الحالي أنه سياسة أكثر من أنه دين لأنه في مننا يعرف أبدا وأظن دي متروكة لله سبحانه وتعالى اللي هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم المتغيرات اللي بتوجه الإنسان لاتجاه معين أو آخر موجودة في الماضي وأغلب الظن أنها لن تستمر ولكن أما وإنها موجودة فكيف نتعامل معها هناك وهذا الاتجاه موجود احنا عارفين انه موجود فلازم بالضبط نقطة العنجهية في القومية يجب ان تحارب لكن اذا كانت القومية
ان مجموع من الناس يشتركوا في خصائص معينه. على انه شكر. هو هذا يثبت قوميتنا وانتمائنا وشعورنا بما يجري على ارض العرب في العالم كله. يعني لا تدعو الى التبشير. الدين الاسلامي انشئ وترعرع على التبشير بالكلمة وبالسيف، والدين المسيحي أنشئ وترعرع ولا يزال على التبشير. فمن مفهومها فعلا أنت تحكي في دين آخر، يعني أبعد عن الإسلام بمفهومنا. بمفهومك أنت. بمفهوم الكل. أعطيك مثال آخر. خليك مفهومك أنت بس. بهذا الخصوص وشكرا. هتفوت كايند أوف إسلام ملوش علاقة بال احتكمنا في الإسلام للكتاب، لا 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 لبابا ولا الماما ولا الشيخ ولا الملة ولا كذا، بيني وبين الناس وبين ضميري هو الكتاب. ما يقوله الكتاب فهو إسلام، وما لم يقوله الكتاب فهو جهد بشري يؤخذ منه ويترك. مفهوم الجهاد، هل الجهاد إننا كما يقولون ان انا كل واحد مش مسلم كده اروح احاربه؟ لا، ده مش الجهاد بحكم القران وبحكم تعليمات الرسول. زي ما في الغرب اوروبا فرنسا وبريطانيا اجوا مرحله كانوا متفوقين، يعني في كل حضاره لها بدايه الى نهايه، هاي النظريه الطبيعيه. ولكن هل الامريكان سيصل لمرحله ضد التبشير؟ الديانه المسيحيه ديانه التبشير مثل الديانه الاسلاميه، ولكن التبشير او الشهاده للمسيح في لها ثلاث مستويات. في شهاده الدم، في مسيحيين بزماناتهم ماتوا من اجل المسيح، هذا شهد للمسيح بدمه. في شهاده القلم واللسان، انا ابشر بالكلام بالكتابه، هاي موهبه، هاي شهاده. في كثير من اباء الكنيسه معلمين الكنيسه اللي شهدوا للمسيح بكتاباتهم بقلمهم بفكرهم، سخروا فكرهم من اجل ايمانهم. لكن في الشهادة الثالثة وهي الأهم، هي شهادة الحياة، أنا بسميها The Witness of Life، شهادة الحياة. ما تكفيش أني أوعظ الآخر، يمكن المعرفة موجودة عنه، ولكن لازم أعطي الآخر مثل في حياته. شهادة الحياة يمكن هي أهم من أي شهادة ثانية. مار بولس بيقول أعظم الفضائل عند الله الرجاء والإيمان، ولكن أعظمها المحبة. المحبة هي أنا لما بعطي الآخر مثل في حياتي، وهذا تبشير.